شفت كل الدين الإسلامي برحلة الحج، كل الدين الإسلامي، كل الأشياء اللي كنت أقراها بالكتب بالعقيدة حتى بالمسائل الشرعية الفقهية أنا شفتها بالحج. شفت المحبة، شفت السلام، شفت هيدا المكان الواحد كيف مجتمع فيه من كل بلاد العالم من كل الألوان، ما بيميز الدين الإسلامي بين لون وآخر. طالعين خليتهم فكل شيء هيك سوى لقيت اني مخبيهم ما بحب ولدي بالحج. هاي اول مرة لبستهم باول رحلة، بتاني رحلة ان شاء الله هلا كمان. دايما بحس على بعض الناس اللي بتكون معي لو ما سألوني بشكل مباشر، بس بحس بينهم وبين حالهم عم بيسألوا انه انت كيف رحت للعالم السبيريتشواليتي، وكيف كنت تعمل يوغا، وكيف كنت تعمل مديتيشن، وكيف بنفس الوقت بتصلي. كنت عم جرب اربط هيدا العالم الروحي، يعني انا درست عالم الروحانيات السبيريتشواليتي، درستها بالمدارس البوذيه والهندوسيه واطلعت عليها بالديانه المسيحيه واليهوديه. كنت عم جرب لقي هذا التقارب، كنت عم جرب شوف هل في اختلاف. اللي استنتجته واللي وصلت له طبعا من تجربتي الصغيره والمعرفه الكتير قليله اللي عندي، شفت بالاخر حقيقه واحده. وليش عم برجع بطلب اني اروح مره تانية ومره ثالثه ومره عاشره؟ لانه الدين الاسلامي منه دين محدود، لا يمكن اني احصل كل المعرفه برحله. اساس لهيدي المفاهيم انا هون بكون كثير مرتاح. انا هلا بالعكس، عن جد مستحيل احكم. لا عن جد ما حنعمل بيت الفرح. انه كيف ما بدي اشوف انه هيدا عم بيكمل لبل هو الاساس برحلتي الاساسيه، برحلتي الكونيه، برحلتي العباديه. انا اذا بدي اكون فعلا عم بتوجه الى الله عز وجل بدي اكون عم بعيش هيدي الرحلة. فهيدا أكتر مكان يمكن بلاقي حالي فيه، أكتر مكان بلاقي كل أهدافي فيه. هلا بس يصير في بيوت، هيدي المشكلة، غير السمك بياكل البيوت. بس هيدي انزرعت، هيديك انزرعت قبل هيدي. نحن إذا تمنخيها من شجرة بنسميها. اه اوكي. فعم جرب إذا بتمشي هالطريقة لما البذرة ضعيفة بزرع له كثير قوية. ناجحة. ايه ناجحة. أنا بشوف الله عز وجل بكل عمل عم بعمله. يمكن البعض يشوفني يقول إنه الحاج لازم يكون شكله غير، الحاج لازم يكون لبسه غير، الحاج لازم يكون قاعد عم يصلي كل الوقت. أنا بشوف
انا بصلي لله، طبعا عم بصلي بالوقت، بس انا بعبد الله بكل عمل بكون عم بعمله وعم بخدم فيه الانسان، عم بخدم فيه الطبيعه. انا اذا عم بسقي شجره بكون عم بعبد الله، انا اذا عم ساعد انسان بكون عم بعبد الله.